صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للصلاة النافلة أذكار مثل ما للصلاة المفروضة؟ وهل يجوز الزيادة على الأذكار؟ الصلاة النافلة مثل الفريضة في القيام والركوع، في القيام والقراءة والركوع والسجود. قل سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وفي التشهد. النافلة مثل الفريضة في أذكارها وفي أفعالها سواء. نعم.